السبورينز اللي مشترك في كل أسماء أدويتها السيف رح يوضح لنا إياها أكثر الشيف. أولاً مع الأوفريفيو، يعد سيفالسبورينز أحد أدوية مجموعة البيتا-لاكتام وبيشترك مع المجموعة بالميكانيزم في أكشن، بحيث أنه شغله على السيل وول بنفس الطريقة يلي وضحناها بالبنسلين. وأيضاً هو دواء هيدروفيليك، يعني بدوزات عالية رح يأثر على الكلى. يلي بيميز هاي المجموعة أنه تم وضع الأدوية فيها بـ 5 generations بناءً على السبيكترم يلي بتشتغل عليه هاي الأدوية، بحيث أنه أول generation رح يشتغل بشكل أساسي على الجرام بوزيتيف، وكل ما زاد رح يزيد تأثيره على الجرام نيجاتيف. وهلأ نبلش مع أول سايد افكت وهو الهايبر سنسيتيفيتي. لو المريض كانت عنده أليرجي من البنسلين فممكن بنسبة 1% أنه يكون عنده أليرجي من السيفالسبورين. وضحت الأبحاث أنه يمكن إعطاء المريض سيفالسبورينز أو البنسلين في حال كان نوع الأليرجي الموجود عندهم Non-IgE Mediated Adverse Reaction، ما عدا ذلك خطر أنه نعطيه للمريض. يعني برأيكم مستر بن لما يلعب دور الشيف كم احتمالية أنه يصير عندنا ديزاستر بالمطبخ؟ خلينا بيتا بين يس ثانك يو رايت يس 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 نو ذات اتس ا مشروم باي هول ذا انتيبي يس اي ويل دونت ستيك ات اوت اند ستي اوت. والآن مع تاني سايد افكت وهو فيتامين كي ديفيشنسي. أهم أنواع الفيتامين كي فيتامين كي 1 وفيتامين كي 2. فيتامين كي 1 موجود بالخضروات الورقية سواء سبانخ، بروكلي، ملفوف، لفت وغيره. فيتامين كي 2 من مصادره الأساسية المخللات، مشتقات الحليب، وبرضه ممكن أنه يصنعه الجسم. داخل الجوت في عنا مايكرو أورغانيزمز اسمها مايكروبيل فلورا، تعمل على إنتاج فيتامين كي 2 من فيتامين كي 1. نتيجة للكرونيك يوز للسيفالوسبورين رح يقل أعداد النورمال فلورا، فبالتالي رح يقل فيتامين كي 2 أكتيفيشن. السيفالوسبورينز بيعمل فيتامين كي 2 ديفيشنسي، والشيف عنده طريقة خاصة ليعمل كيلوغرام ديكريزي. خلينا نشوف كيف. Right, I need something quick, simple and fresh. Tomato, onions, yes, chop them up. And bosh, into the pan, add the stock, then a little seasoning. And there you go, tomato soup, back of the oven. والآن مع سايد افكت الأخير وهو السوبر انفكشن. هو انفكشن بحدث أثناء أو بعد انفكشن آخر، يعد من السايد افكت الشائعة للمضادات الحيوية البرود سبكتروم زي السيفالوسبورين. اللي بيصير هو أنه رح يحدث ديسترب بالنورمال فلورا، بيؤدي لزيادة في نمو نوع آخر من البكتيريا وهو سي ديفيسيل. من أهم الأعراض لهاي الحالة الدياريا والكولايتس. Quick, let's catch those hens! Oh no, stay!
Ariel. There you are. There. That's all of them. Keep going, keep going. Just look at these peas. Oh, no, sorry, they're over here. Oh, that's great. You know what? I'm getting to be a bit of an expert at this. Shane, mind that. Watch the gate. Uh-oh. Hey? Oh, no. Hey, yeah, come back here, you. I'll get you. والآن مع الكونترا إنديكيشنز. أولاً الكحول. السيفالوسبورين من الأدوية اللي ما بصير يتم أخذها مع الكحول وتحديداً خلال أول 72 ساعة. وإلا صار مع المريض دايسلفيرام لايك ري أكشن اللي بتشمل أعراضه chest pain, fast heartbeat, flushing وغيره. مثل ما السيفالوسبورين ما بحب الكحول فبرضو الشيف وصفاته نون ألكوهوليك. ثاني كونتر انديكيشن هو الوارفرين. فعليا لو تم دمج الوارفرين مع السيفالوسبورين حيزيد البليدينج وبشترك بالخاصية هاي مع البنسلين، فما بصير ندمج سيفالوسبورين أو بنسلين مع الوارفرين. والآن رح نكمل رحلتنا مع الجنريشنز مشان نعرف كل جنريشن شو فيه أدوية. شيف زوريو was excel in his flexibility. بيأثر بشكل أساسي على الجرام بوزيتيف وهو أقل فعالية على الجرام نيجاتيف. يمكن استعماله بالUTI infection ويعد أفضل خيارات للسكن انفكشن كونه عنده airway coverage. والآن مع شيف 2. He is a man who lives in a country. He cannot leave his home. He believed that green color inspires him for his unique recipes. His farm contains 2 oxes and 1 fox. The fox age is about 10 years. خصائصه بيأثر على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف وأيضا على الأنيروبيك أورجانيزمز. يمكن استعماله بالإنترا أبدومينال إنفكشن. والآن مع الجنريشن الثالث اللي رح يعرفنا عنه تاز، بس بالأول خلينا نعرف خصائصه. بيشتغل بشكل كبير على الجرام نيجاتيف وضد الأورجانيزمز يلي عندها ريزيستنس من البنسلين. نستعمله فقط لللونج انفكشن. Yum yum yum.
والآن مع الجنريشن الرابع والخامس. كارولين is a tall well-known chef. She lived in Berlin and opened her own restaurant after years of training. أولاً سيفيبيم تابع للجنريشن الرابع بيأثر على السيدمونينس وما عنده تأثير أبداً على الأنيروبيك أورجانيزمز معروف بتأثيره القوي على الجرام بوزيتيف وبتأثير مماثل للجنريشن الثالث على الجرام نيجاتيف يستعمل بالسيريس انفكشن والفيفر أوف أنون أوريجين سيفترولين التابع للجنريشن الخامس اتكفر ميرسا ويستعمل بالسكن والسوفت تيشو انفراكشنز سيفتالوزين بيأثر على السيدمونينس أيضا وعنده كفرج للأنيروبيك أورجانيزمز والآن حاولوا أنكم تعرفوا كل لينكر لشو كان. في الديسكريبشن لهذا الفيديو رح يكون في ملف بصيغة PDF في جميع الأدوية اللي تم ذكرها في حال كان عندكم أي سؤال ممكن تحطوه تحت بالكومنتس وما تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب للقناة وشير لطعم الفائدة